يعني واحد احد الطلبه كان حافر له ضرسه دكتور الاسنان بس مو قادر ينام من الالم لانه عنده موعد ثاني يوم عشان ياخذ له شقه يقرر الدكتور على اساس يخلع السن ولا يخليه. اي فحط له حشوه مؤقته ويعني قال لي عطني اي شيء بس ابي انام ماني قادر. الم مو قادر يتحمل يعني. اي اعطيته حبه سوداء مطحونه. حبه سوداء إيه؟ اللي هي الشونيزة وحبة البركة إيه حبة البركة إيه؟ إيه نعم مخلوطة مع شوية خل لفيتها إيه؟ طبقة من الكلينكس وقلت له أضع عليها المسافة ما بين شقتي وشقتك 10 دقائق لو وصلت شقتك تفلها تكرم إيه زين صدق علي أقول لي إيه وصل ما في ربع ساعة إلا داق علي قال لي ما شاء الله عبد الرحمن الألم مرة الحين العجب مو هذا ها. العجب يوم راح ثاني يوم حق دكتور الأسنان إيه قال له انت شو مسوي؟ انا اما فتحت ضرسي كان العصب خلاص منتهي، انت بقرر اني اشيل لك. اي بس انا اشوف الان الامر معك تمام ما في داعي اشيل لك. ما شاء الله.